السلام عليكم احبابي، لاباس عليكم؟ كيف بقيتو؟ كيبقى صحيحتكم؟ اموركم كل شيء على خير؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحة جيدة وفي اطيب الاحوال باذن الله يا رب. نتمنى ايضا تكون عواشكم مباركة ان شاء الله، بصحيحة وبسلامة وبطول العمر بالرزاق وبتيسير وباي حاجة في باب لكم ولا في خاطركم باغين توصلوا ليها، حتى شي حاجه ما بعيده عند الله، حتى شي حاجه ما مستحيله، حتى شي حاجه ما نقولوا يستحيل انها تتحقق. كل شيء قريب بمشيئه الله وحده وتعالى. اهم حاجه هو الاصرار، اهم حاجه انك ولا انك تدير واحد الهدف في بالك وتبغي توصل ليه، واكيد اكيد اكيد ربي راك يوفق وغتوصل لاي حاجه بغيتيها. المهم ان النيه ديالك تكون صافيه، تكون ما باغيت اي حد، يكون كل شيء عندك يعني بما يرضي الله، واكيد ربي ما غاديش يخيبك ابدا. واش ربي يخيب عباده؟ الواحد يصلي صلاته، الواحد يكون صافي من الداخل، يكون مرتاح من الداخل، ويكون النية ديالو صادقة مع راسه بالأخص، ويكون صادق مع الناس اللي في جنابه. وأكيد أكيد راه في حياتنا ضروري ما كنتلاقاو مع الناس اللي خايبين، الناس اللي بصراحة ما يسواوش، الناس اللي شنو ما درتي معهم ما تيبانش فيهم، ولكن راكم نقول لكم الحياة تستمر، الحياة ما عندهاش نقول لكم ما عندهاش حدود. يعني تقدروا داك الانسان اللي نويتيه يكون خايف واحد الوقيته من الوقيتات، نهار كطيحي كتلقايه، ونهار تحتاجي داك الانسان اللي دائما كنتي كتقولي انه قدوه، انه انسان شتي به ظهرك، ان انسان انك تقدي تعولي عليه في وقت الشده، كيصدق بكل صراحه وسمحوا لي على هذا اللفظ، كيصدق ما تيسواش او لم تيسوا حتى وصله. ما حدك عايشه وانت تتعلمي، ما حدك عايشه وانت تكتشفي شنو كاين في الدنيا، ما حدك عايشه وانت وانتي تتطوري من راسك، وانتي تتطوري من ذاتك، وانتي تتطوري من الكيان ديالك. نسامحو ايه، وانما ما نساوش شكون كان معنا وقت الشدة، ما نساوش شكون ضحك علينا، ما نساوش شكون قال لينا غتوصلوا، ما نساوش شكون وقف وقال راه ما عمرك ما توصلي لديك الحاجة، غي نساي، غي ايسي، غي كوني هانية، انتي ماشي قد هاد المسؤولية. ما نساوش هكا وما نساوش هكا، ما نساوش الناس الايجابيين وما نساوش ايضا الناس السلبيين، لانه الحياة دايرة بحال كفة الميزان. يعني خاص الناس السلبية وخاص الناس الإيجابية، وانتي تكوني في الوسط واقفة، يعني تعرفي تعدلي بيناتهم، تعرفي شكون تدخلي وتقربي لحياتك، والناس اللي تبعدي وتعطيهم التقار. النية زوينة، النية شي حاجة اللي بالنسبة لي اللي هي مقدسة وضروري تكون في الإنسان، ولكن ما نخليش ديك النية ديالي الواحد يستغلها، ما نخليش ديك النية ديال الواحد يقولها ويخليها تولي ضدي، ما نخليش استغلال الناس ليا يكون عبر هذاك النية ديالي السعيدة، لأنه بكل صراحة ما كنولي انا اللي فيها واحد النسبه ديال الغباء، ما كتبقاش
هذيك النية وما كتبقاش هذيك واحد الحاجة اللي زوينة في الحياة اللي كتموتيفيك وكتزيدك لقدام. أبدا بالعكس، هذيك الحاجة تتولي سلبية في حياتك، هذيك الحاجة كتولي تتجرك اللور، وهادشي احنا اللي ما بغيناش. بغينا شي حوايج اللي يكونوا زوينين، بغينا شي حوايج اللي يكونوا يقربونا من الله عز وجل، ويقربونا من نفسيتنا، وترتاح نتصالحوا مع عاداتنا، نتقبلوا سلبياتنا وايجابياتنا. اكيد الا ما تقبلتيش راسك وما بغيتيش راسك، ما تسنيش من واحد اخر انه يبغيك، ما تسنيش من واحد اخر انه يهتم بك، ما تسنيش من واحد اخر انه يعطيك قيمه، وانت اصلا ما عطيتيش لراسك قيمه. بكل صراحه وبكل مصداقيه، شوفي انت في المرايه، انت كما كتشوفي راسك غيشوفوك الناس. انت الا ما جلستيش في قلب الصاله وجلستي غير في الجنب ديال الستاري، اكيد الناس غادي يهمشوك كيما همشتي راسك. دائما قولي انا كنستاهل الاحسن، دائما قولي انا كنستاهل اي حاجه زوينه في هاد الدنيا. انا مزيانه، انا طيبه، انا انسانه قمه في الذكاء. انا وانا 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 خدمي ديك الانا الاعلى ديالك، خدميها في شي حوايج اللي غيطوروا من ذاتك ويهزوا بنفسيتك. لانه هاد الحوايج واخا يبانوا لك بساطين، ولكن راهم كيقويو شخصيتك، كيقويو الفكر ديالك، كيقويو الذكاء الباطني ديالك، كيقويو اي حاجه كانت عندك لداخل مخزنه. ما تسامحيش في الحاجه اللي كتضرك، ما تسامحيش في الحاجه اللي كتاذيك، ما تسامحيش في الحاجه اللي غتنقص منك وحاجة اللي غادي تضرك من داخل. ما تنازليش على كرامتك، ما تنازليش على حقك، ما تهمشيش راسك، وما تخليش شي حد يهمشك. حيت شي حوايج تيبداو ببساط، وشي حوايج تيبداو على انني انا غادية نتنازل على قبل داك الشخص او ديك الانسانه باش يقدرني، ولكن بالعكس هذاك التنازل كيخلي داك الانسان يحتقرني ويقلل مني، حيت كيشوفني انني من الاول انا ما عطيتش قيمه لراسي، وما عطيتش اهتمام لذاتي، وما عطيتش مش نقول لكم دفعو كبير ولا شوفوا غير في السماء، لا ابدا. ولكن اللي غنوصيكم عليه ان تخدموا الانانيه شويه، بلاص ما تسبقوا الناس سبقوا راسكم، حيت ما غيدوم لك غير راسك، وما غدوم لك غير صحتك، وما غيدوم لك غير جيبك فقط. الناس مصالح، وانتيا فكري بعقلانيه وشوفي انتي